ازيك يا ابو وليد؟ برج القوس يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الثلاث الموافق 7 مارس 7 اذار 2023. بالنسبة ليوم الثلاث فهتشهد كتير من الاحداث اللي مش متوقعة في يومك. ده بينطبق بشكل خاص جدا على كل الاشخاص اللي عندهم اطفال منكم. هيكون يوم صعب شوية لو قررت تسافر، لكن هيبقى فيه كتير من الخيارات المتعددة لو حصل اي نوع من انواع التأخر. في اصطدام النهاردة باشخاص يعتبروا لحد ما وقحين معاك، ولكل ده هيتعين عليك انك تزور شخص مريض في البيت او حتى في المستشفى. من ناحيتك المالية ببشرك اليوم بانك ممكن تستلم اخبار مهمة حلوة فيها استناد واضح بشكل عام. هيكون يوم الثلاث يوم مناسب جدا عشان تطور كل الشؤون المالية اللي عندك. بالنسبة ليك النهاردة هيجيب الثلاث صراع مع اشخاص مش مخلصين بالنسبة ليك ومنافقين، بيهدموا مصالحهم الشخصية بس مش بيبصوا لأي حد تاني من أي طريقة. يومك ده مناسب لو حبيت تنخرط في مختلف المجالات، حتى في شؤون أسرتك أو ممتلكاتك اللي انت بتبقى بتحرص عليها. هيجيب النهاردة نجاح لمهمة عندك فيها أخبار ممكن تبقى بتأثر على مستقبلك القريب أكتر. يوم الثلاث يوم هيكون تقييم وصعب شوية لعلاقاتنا الودية اللي بتبقى في يومنا وحتى المهنية عشان نعرف نفهمها صح. هنفضل النهاردة اننا ننفصل عن اشخاص كتير بهدوء وبأقل الخسائر، لكن مع اشخاص تانيين ممكن يكون سبب الانفصال مشكلة عاطفية قوية جدا هتكون ما بيننا. هتجيب لينا كتير من المعلومات والاخبار من قريب وبعيد في اليوم ده هتوصل لحد عندنا. هيكون عندنا ازدهار واضح في كل المعلومات الغلط، وهنتلاعب بكل الافراد اللي بيبقوا ضمن المجموعة من الناس دول. هينبغي النهاردة اننا نعرف نشحد انتباهنا بشكل كويس خاصة مهنيا، وندع كل اللي بيشتغلوا بالفلوس النهاردة في مجالنا المالي والمصرفي انهم ياخدوا حذرهم اكتر. ممكن نأدي النهاردة المشكلات محلية فنية في البيت او حتى في مكان الشغل انها تزيد تعقيد اليوم ده وتربكه كتير جدا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا.